من ضمن الأداء عندما يلقى هذا النوع من الشعر كما ذكرنا، أن الذين يلقونه لابد أن يرددون بعد كل شطر لفظة وانني أو وللي، وهذا كلفظة تساعد على النغم وتكمل ما وتعطي النغم الخاص و تضفي نوع من الشعرية الغنائية على هذا النوع من الشعر. يمكن أن نأتي بصوت وطريقة أداء هذا النوع من الشعر، ف من يقولون آه الله تعا مرنه وواي آه الله تعا مرن واواي، فهذا واواي إضافة إلى الشطر من البيت الذي يتم ترديده غالبا، سواء كان في الشطر الأول أو في الشطر الثاني. فيقولون وثم يتم ترديد الشطر الثاني ديها بكرياء دي حجهر واواي ديها بكرياء دي حجهر واواي. فهذا واواي كما نلاحظ إضافة غنائية تعطي طابع وانطباع خاص ولحن جميل على هذا النوع من الشعر. طبعا هذا اللحن الذي ألقيت به أنا هو أحد أنواع الألحان التي يلقى بها هذا النوع من أنواع الشعر الذي هو صمهر، وهناك ألحان أخرى يتفنن بها الشعراء والملقون و يغيرون النغم من صوت إلى صوت آخر، وغالبا إذا طالت السهرة يتفننون بتغيير الألحان وتغيير الأنغام الصوتية طوال سهرتهم. مشاهدينا الكرام، كما ذكرنا أن هذا النوع من الأدب نوع مرغوب ومحبوب في سقطرى، ولديه جمهور وشعبية، ولديه شعراء من الرجال والنساء.